Look here, please. عنده ثلاث خيارات، يا انه يحفظ الرقم او اس ام اس او ايميل. اوكي كان عندنا اوبشن ان احنا نخلي اوراق، بس قلنا نبي نفتك من الاوراق بيبر ليس ما نبي ولا شيء. فاذا خلينا انا مسج بالضبط ايش كثر وقت الانتظار موبايل ابلكيشن حق سمارت كلاود. فبنعلم الزبائن ترى انت ممكن تجيني بروحك تسوي خدماتك من غير ما تنتظر ولا تاخذ رقم ولا شيء. اليوم مثل ما تشوف قاعد نحتفل افتتاح اول فرع لكي في البحرين. طبعا هذا فرع مدموج بين نشاط شركه الكافلية وشركه البحرين للتامين اللي هي جي اي جي تكام البحرين وجي اي جي بحرين. طبعا الهدف من افتتاح الفرع هذه او دمج الانشطه الفروع هي تحسين الخدمه وتقليل النفقات في تعكس في النهايه ان شاء الله تعكس على ارباح الشركتين ان شاء الله. وهاي راح تعمم الفكره على جميع الفروع. لان الفرع السيف اليوم سيف محرك والفرع الجاي ان شاء الله راح يكون فرع سار في منطقه سار. سابقه فعلا حلوه ان احنا نشوف شركتين من اكبر الشركات المحليه انهم يتحدون لتقديم افضل الخدمات الالكترونيه لزبائن الشركه. في خدمات رقميه ويمكن طبعا التكافل الدولية مع الجي اي جي البحرين اول الشركات المحليه هي تطبق النظام الرقميه على زبائن الشركه. فالان مثل ما تشوف ان ما في اي اوراق، ما في اي طباعه، مجرد استخدام الكروت، مجرد استخدام طبعا التكنولوجيا الحديثه. فهذه اللي احنا جهات من مجلس الاداره ان نقدم افضل الامكانيات المتوفره لزبائن الشركه، وان شاء الله راح نواصل على هالمستوى ان شاء الله.